قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء؟ وفي الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها.